اول حاجه طبعا اللي هي اتكلمنا عليها اللي هي الترانزاكشنال برايسنج، اللي هي دي بتبقى انديفيديوال انديفيديوال ريسك على بوليسي باي بوليسي بيسس. الحاجه الثانيه اللي هي الريتر، الريتر دي اللي هي بتبقى اللي هو البالك اناليسيس او البالك برايسنج، دي بتبقى اللي هو بيبقى فيها اللي هو اونلاين، عارف لما تخش تشتري البوليسه اونلاين، تخش على البورتال تحط التفاصيل بتاعتك ويطلع لك الريت اللي انت هتحاسب عليه. انا ما اعرفش هل ده موجود في مصر دلوقتي ولا لسه، بس يعني انا اعرف دول زي الامارات والسعوديه بداوا الموضوع ده مؤخرا. هنا احنا بقالهم هنا تقريبا حوالي 20 سنه مثلا او 17 18 سنه شغالين في الموضوع اللي هو الاونلاين برايسنج. يعني اخر حاجه اللي هي الايه الريت مونيتورنج والبروفيتابيلتي والبروفيتابيلتي ستادي. ده ان سمري يعني ده الرول بتاع البرايسنج، وطبعا بيبقى فيها جزء منها اللي هو الريانشورنس اسسمنت از ويل، ان هو ده بيبقى مع يعني بالتعاون مع الكابيتال اكشن. لو انا بصيت هنا على يعني to give further details، يعني طبعا في البرايسنج وورك اللي هو بيتكلم فيه ان هو بيعمل حاجه اسمها بروفيتابيلتي ستادي. البروفيتابيلتي ستادي دي يعني هي بنعمل زي الريزيرفنج ستادي بالظبط، بس بنبدا نبص على الاديشنال فاكتور. يعني مثلا انا كريزيرفنج انا ببص للاحتياطيات بس، ما ببصش على الاكسبنسيف اليمنت بتاع البوليسه. فهي بتبدا يبصوا على الكوميشن ريت، بنبدا نبص على الادمن اكسبنسيف، بنبدا نعمل نبص على اللي هو الكليم، هنسميها الان allocated loss adjustment expense اللي هو future expenses that I have. Yes, as a reserving actually I estimate that، بس هم بيبداوا يبصوا من ناحيه البيزنس برسبكتيف ان هو how much they have، how much how many resources they need to have. هنا في كل underwriting team بيبقى عنده حاجه اسمها finance partner. الفاينانس بارتنر ده بيبقى المفروض ان هو الرول بتاعه بيبقى انه زي ايه زي السي اف او بتاع الايه بتاع الفرع اللي هو الفرع ده. بيبدا يبص على الاكسبنس، بيبدا يعمل له الفيوتشر ريسورس بلان وكل الكلام ده كله. الحاجه الثانيه زي ما قلت ان احنا رينشورنس ستدي اللي هو بنبدا نعمل اسسمنت للاديكوسي اوف رينشورنس. هل كوتا شير ويل بي ذا بيست فيت، هل ان انا لو عايز اكسس لوس، طب الاكسس لوس اللي هجيبها اللي هشتريها هتبقى بريتنشن قد ايه، هل هي بريتنشن 10 مليون، هل هي بريتنشن مليون، هل هي بريتنشن 20 مليون. ببدا اشوف الريسك ابيتايت بتاعي بتاع الاندر رايتر وبتاع الشركه في الفرع ده. في شركات مثلا تقول لك انا هكتب فرع في اويل اند جاز، بس انا الكور سكيل بتاعتي موجوده في الافيشن، بس انا عايز اتارجت شركات البترول اللي هي عندها طيارات هليكوبتر، فخلاص انا هكتتب فرع هكتتب البريفة من شركات الاويل اند جاز. ان ذا مين تايم انا هعمل ايه؟ هعمل ري انشورنس للاويل اند جاز بزنس وانا هسيب الافيشن سايد. ده جست ان اكزامبل. بنبدا نعمل حاجه اسمها كريدت ريسك اناليسيس. فيعني مثلا يعني انا العميل الف ده بيشتري البوليسة لكن ما بيدفعليش القسط غير بعديها بثلاث سنين، بتحصل، او بعديها باربع اشهر، خمس اشهر، ست اشهر، تمام، وات ايفر. يعني هل هو ده جود كريدت كلاينت يعني؟ او اللي ياخد مثلا انا بكتتب الريسك عن طريق البروكر، البروكر ما بيدفعليش، طب ما هو ده ريسك عليا وده لازم اعمل له لود في البريميوم اللي انا بتشارج الكلاينت عليه. واخر حاجه طبعا اللي هي الايه البورتفوليو برايسنج هو الريتر اناليسيس، ده اللي هو بيبقى عن طريق الايه الريتر تول، ودي اللي تبقى للبيج بورتفوليو البيج هوموجينيوس اند سمول بورتفوليو ريلي. بنبدا نعمل حاجه اسمها ريسيرش اند ديفلوبمنت. يعني لازم طبعا عشان تبقى كشركه لازم تبقى اهيد اوف يور بيرز ان ذا ماركت، لازم بيبقى في عندك الريسيرش اند ديفلوبمنت بتاعك. فالريسيرش اند ديفلوبمنت بتاعك ده لازم يو هاف تو اندرستاند ذا ديتيلز اوف يور بورتفوليو. اللابس ريسك النيور ريت بتاعي قد ايه، الريتنشن بتاعي قد ايه، هل انا في نهايه السنه العميل بيسيبني ويروح لشركه تانية عشان الاقساط ارخص، ولا بيسيبني ويروح لشركه تانية علشان خاطر هو بيديله سيرفيس احسن.
هل انا بيقعد عندي النهارده انا كتبت 100 بوليس السنه الجايه في الرينيوال تايم، الريتنشن ريت بتاعي من 100 دول قد ايه؟ 80 70 90 95 وهكذا. تمام. الحاجات اللي طالعه جديد دلوقتي ان احنا بنعمل حاجه اسمها ستوكاستيك برايسنج. ستوكاستيك برايسنج ده احنا بنشوف على بنبص لكل بنعمل نبدا نعمل ستوكاستيك اناليسيس وبنعمل ستوكاستيك بنفيت كيرف ليها ونشوف التراكنج للبرايسنج بتاعي عامل ازاي. بنبدا نشوف الفريكونسي بتاعتي، الفريكونسي بتاعت الكليمز اللي جايه لي هل هي بتبقى اتريف نمبر رينج ولا لا. بنبدأ نشوف فريكونسي اند سيفيرتي. يس فروم ريزلت برضو انا ببص عليها، بس انا زي ما قلت البرايسنج بيبص على البورتفوليو ات ا لوت مور جرانولر ليفل اوف ديتيل. زي مثلا فور اكزامبل انا ببص على الانرجي مثلا اون شور اوف شور. تمام. هو بياخد بيبص على كل الاون شور مثلا، بيبص على هل ده انابيب ولا ويل ولا مثلا فاكتوري، ولا بيبدا يبص على ايه؟ على الديتيلز بتاعت البيزنس نفسها. انا كريزيرفنج انا ما ببصش على الديتيلز دي غير لو عندي جود فوليوم اوف داتا. هو بيبقى فيه فيري ديتيل ديسكشن مع الاندر رايتر، مع الكليم، مع كل الايه؟ كل الناس. الداتا انفستيجيشن طبعا ده زي ما قلت احنا اكتواريين بنشتغل بالداتا. هو ميزه البرايسنج اكشلي ان هم they are a lot more closer to the data، وهم بيوز a lot more on a daily basis، فهم بيبداوا يعملوا lots of data investigation وبيبداوا يبصوا البوكينج بتاع البوليس ده على السيستم كويس ولا لا. هدي لك مثال مثلا، ممكن تكون سمعت في الاخبار ان في اوريدي ان في زي فلاش فلاد حصلت في المانيا وفي انجلترا وفي بلجيكا. تمام. انا بتاع التعويضات لغايه دلوقتي ما ادانيش اي اكسبوجر او ادانيش اي انفورميشن خالص. انا بتاع البرايسنج تاني يوم على طول بعت لي قال لي محمد انا عندنا اكسبوجر في المنطقه الفلانيه والاستيميتد اكسبوجر تقريبا في حدود ما بين 5 و10 مليون جنيه مثلا يعني. تمام. فده الديالوج اللي بيني وبين البرايسنج، وهو ده ده هو عامل كده عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو عنده الداتا انفستيجيشن اللي هو عملها قدر يبني جود داتا بيز. طبعا هي بقول زي قدر يبني، هي بتبقى الشركه بيبقى بيتعاون مع الاي تي ان هو بيبني جود داتا بيز يقدر يكابتشر الريل اكسبوجر بتاعي. بنبدا نعمل اللي هو بورتفوليو اناليسيس. انا فاكر كان في اللي هي الكومبالسوري موتور او اللي هو التامين الاجباري في مصر، ده has always been a big problem في كل الشركات. كل الشركات بتلودج ماني، مش عارفين يرفعوا التعويضات ومش عارفين يرفعوا الاقساط، وفي نفس الوقت التعويضات جت انليمتد لغايه ما القانون ما طلع وغير وحط ليميت لكل حادثه ايه مبلغ التعويض اللي ممكن يدفع يعني. ده انا بدي اكزامبل يعني ان دي حاجات كلها بتبقى الاناليسيس اللي بيعملها برايسنج اكشوريز بيفيد للمانجمنت، والمانجمنت بتبدا تعمل لوبينج مع الشركات التانيه، وفي الاخر يضغطوا على الحكومه عشان يطلعوا الايه؟ القانون اللي طلع ده. بيبقى فيه زي برضه اللي هو ايه؟ انتر ديبارتمنتال انيشيتيف، اللي هو حاجه زي الكليمز انيشيتيف. نبدا يشوف الاندر رايتنج بيرفورمانس وفكر الاندر رايتنج استراتيجي وكده يعني. دلوقتي معظم الشركات اون توب اوف البرايسنج تيم اللي موجود فيها في عندهم حاجه رول اسمه بورتفوليو اوبتمايزيشن. اكشلي الرول بتاع البورتفوليو اوبتمايزيشن اكشلي ده ان هو بيبدا يشوف يبدا يعمل اناليسيز للبورتفوليو ويقدر يقول للشركه او الليد اندر رايتر او الشيف اندر رايتر ايه هي الاريز اللي انت تعمل فيها فوكس ان انت تراي تو جيت مور بزنس. يبدا يعمل اوبتمايزيشن للبورتفوليو عشان يقدر يكابتشر الرايت بزنس ات ذا رايت ليفل ات ذا رايت ريت. اوكي. ويبدا يمانج هاو تو مانج الليميت هاو تو مانج الريتنشن بتاعي. تمام. كل ده كانت حاجات الاول بتتعمل سبجكتيف. تمام. دلوقتي مع مرور الوقت ومع الاديشنال داتا او في كابابيلتي والكالكوليشن تول والموديلنج كابابيلتي سيجنيفيكانت امبروفمنت اللي حصل فيها، ده بينيبل الاكتواريين ان هم يشو ذا ريل تالنت ذات وي هاف، ان احنا نبدا نجيب ريل ترند وريل فاليو اد للبزنس.
نبدأ نعمل برضه من ضمن الحاجات اللي بنعملها في اللي هي الانتر ديبارتمنت ان انت بتدي كيوبيار دي اللي هي كوارترلي بزنس ريفيو حسب الشركه بتاعتك. في شركات بتعملها كل شهر وفي شركات بتعملها كل ربع, ان هو يبدا يشوف الكي بي اي والبرفورمانس بتاع كل شركه والبي ان ال بتاعي عامل ازاي. السوق الانجليزي مختلف عن السوق المصري في حاجه, ان هنا الاندر رايتر الباكج اللي بياخدوها مش فيكسد سالري. الباكج اللي بياخدوها هي عباره عن فيكسد سالري بلس البونص. الفيكسد سالري بيبقى 40% او 50%, تمام, والبونص دي اللي هي بتبقى ال 50% الثانيه اللي هي بتبقى على البرفورمانس بتاع البورتفوليو. عشان كده بيقول لك الاكتواري الريزيرفنج اكشوري از اندر رايتر بيست انمي, ان انت كريزيرفنج انا بحط الاحتياطيات ترفع له اللوس ريشيو بتاعه, انت بتقلل البونص بتاعته فبتدي له يعني انت بتافكت هيم بيرسونلي عليها. يعني ان انت كتواري انت بتعمل انت فولو يور بيرسونال يور بروفيشنال جايدنس وبروفيشنال ايه اكسبيرينس. يعني تاتش بريفلي كده على الكومبوننت اوف بريميوم, تمام. انت عندك ليه مينلي اربع حاجات. اول واحد اللي هو اللوس كوست, طبعا اللوس كوست ده اللي هو بيجي منين انت ك ده الستارتنج بوينت بتاعي اللي هي دي الريزيرفنج اكشوري. انا بقول للبرايسنج او الاندر رايتر, والله يا فلان انا البورتفوليو ده اللوس ريش بتاعي 60%, تمام. هو ده الستارتنج بوينت بتاعته. هو ممكن ياخد يعمل بقى ايه, يعمل اناليسيس برضه تاني وال 60% دي خليها ايه 55%, تمام, ان هو هيبدا يرموف بقى ايه. مثلا يعني انا كان عندي ولكن انا كنت بدي سب ليميت لليابيليتي في البروبرتي بوليسي 100,000. انا لا يا جماعه انا في الفيوتشر بلان بتاعي انا شلت السب ليميت ده وانا عامله لونجر اوفرنج تشينج تيرمز اند كونديشن. طب خلاص يبقى انا ده كان الامباكت بتاعها كان 5%, انا هشيل ال 5% يبقى اللوس كوست بتاعتي 55%, تمام. يبدا يقعد عليها الاكسبنسز والكوميشن. الاكسبنسز والكوميشن ده اللي هو الايه لو بتبدا تدفع بروكرج, لو في المصاريف بتاعتي مرتبات الاي تي الرنت كل الكلام ده كله يادت انتوب. فده بيديني الايه اللي هو الكومبايند او الكوست ريشيو او الكومبايند اوبريتنج ريشيو او الكومبايند ريشيو, ده اللي هو الاكسبنسز والايه والكلام. بعد كده انا كمانجمنت انا عندي تارجت بروفيت, انا بقول ان انا عايز بروفيت 10% من كل حاجه, يضيف ده عليها اون توب ويضيف عليها اون توب اللي هو الكوست اوف كابيتال. انا عندي كابيتال بروفايدد انا اي بروميس ان انا اجيف ذم ريتيرن اون ايكويتي 5%, انا بعد ال 5% اون توب في الايه اوكي. فبيبدا في الاخر بيديني الايه التوتال ده كله بيديني التكنيكال ريت, تمام. ده التكنيكال ريت اللي عندي. بعد كده بيبقى فيه الكوميرشال ريت. الكوميرشال ريت ده اللي هو ايه, هيجي الرايتر هياخد التكنيكال ريت ده زي ان هو 50, هيروح مثلا هيروح للبروكر هيقول لك انا عندي كده, اقول لك خلاص انا هدي لك ايه 60, تمام. يبقى انا كده ال 50 على 60 او اللي هي ال 10 على 60 دي اللي هي 15% دي, ده احنا بنسميها ريت تشينج. ده معناه ان في انكريس في الماركت, الماركت از جيتنج انتو هارد كونديشن, فانا ايه ام جيتنج مور ذان اي هاف بلاند فور, تمام. فده يفضل نيوب للشركة وجود نيوب للأندر رايتر وجود نيوب للبرايس وجود نيوب لأسر ايفريون. لكن مثلا يجي يقول لك ايه لو جي على الناحية التانية قال لك ان انا لا انا هدي لك 45 مش هدي لك 50, يبقى انا كده ام لودنج ماني على الايه على البوليسي دي. وهنا دي بتيجي بقى الحتة بتاعت البورتفوليو اوبتمايزيشن وبتيجي الحتة بتاعت الأندر رايتنج مانجمنت بتاع كل ايه كل بورتفوليو. Any question? هنا برضو يعني ده a little bit expanding على ال individual accounting pricing وال rater وال different middle dinner rater. فدي يعني it's a good read, يعني هي يعني nothing much to add يعني.
برضه انا بتكلم على البروفيتابيلتي ستادي، ان احنا بنبدا نشوف على نتكلم مع الاندر رايتر عشان نشوف الماركت ترند ونشوف البيزنس ميكس، لو في تشينج على البيزنس ميكس، ولو في كابل اوف اكاونت، يعني مثلا في اللي هي الام جي اي او اللي هي المانجنج ايجنت، في دول بيبقوا اللي هم ايه زي كونسوليديتد بروكر كده، بيبقى عنده بورتفوليو كبير ويبدا ينشور مع شركة تأمين، فبيبدأ يشوف البيزنس لو هل الأكاونت ده لو ده البيجت بورشن من البورتفوليو بتاعي ولا لأ. كل ده كله بيتعمل له assessment، وبنبدأ نشوف الإمباكت بتاعه على البروفيتابيلتي بتاعة الشركة أو بتاعة البورتفوليو ده، وبيبقى فيها كلام مع الكليمز دي، إن إحنا بنبدأ نشوف الماركت ترند، وبنبدأ نشوف لو في أي observation. يعني طبعا الكليمز فانكشن ده really important للشركة، هما بيبدأ يشوفوا، هما بيسبوت ستريت اواي على الترند الموجوده في الماركت، وبيبدأ يريبورت برايسنج عشان الاندر رايتنج يتشينج البرايسنج بتاعه، وعشان الريزرفنج يتشينج الريزرفنج اسامبشن بتاعه. انا will give you a very recent example happened to me. هنا احنا عندنا في اليو كي بعد البريكزت وكوفيد، في عندنا huge shortage في البيلدينج ماتيريال اللي هو الاسمنت والحديد والخشب والحاجات دي كلها. بعد ما عملنا لوك داون وكله قاعد في البيت، كل الناس بدل ما كانت بتصرف الفلوس اللي بتحوشها تروح للاجازات، بقت بتصرف الفلوس ان هي هتعمل هوم امبروفمنت. فالهوم امبروفمنت دي عملت سيرج في الديماند، والسبلاي بتاعه في نفس الوقت قل، ان ما كانش ستيبل. حتى لو كان ستيبل كان هيبقى في مشكله. انا عن نفسي انا شخصيا كان عندي بيلدينج وورك في البيت بتاعي، وكنت محتاج شكارتين اسمنت. شكارة الاسمنت ثمنها الاساسي 4 جنيه، انا عشان اجيبها جبتها عن طريق اي باي ودفعت 20 جنيه فيها، بس تو جيف يو ان اكزامبل، يعني لدرجه ان هي مش موجوده في المحلات، اللي هي المعمار وكده مش موجوده. المحل الوحيد اللي لقيتها موجوده فيه كانت في اسكتلندا، اللي هي بعيده حوالي 800 ميل بعيد عن بيتي يعني. بس فدي بتبقى الايه، يعني ده الترند ده اللي هو الشورتج اوف براتي ماتيريال، ادى ان الانفليشن بتاعي في الكونستراكشن بوك او في الهاوس هولد بوك زاد من 5%، زاد بقى 30% و40%. تمام، فاصبح ان انا البريميوم بتاعي not adequately reflecting the actual cost، ال actual cost يعني. فأنا رفعت الانفليشن assumption في الكونستراكشن بوك والهاوس هولد بتاعي to reflect the increase in the cost of materials، وبرضه في نفس الوقت البرايسنج تيم رفعنا الاسعار، لان احنا we have to reflect الايه الاكشوال material cost. الديفيشن دي كلها جت منين؟ لان في consistent dialogue مع البرايسنج ومع الكابيتال، وفي نفس الوقت الاندر رايتر والمانجمنت all of them are part of this discussion. تمام، وهي دي النقطة الأخيرة اللي تحت اللي هي الايه الفيدباك لوب. تمام، عشان كده الاكتواري اللي ما بيعرفش يكوميونيكيت المسج او الاوتبوت فروم هذا ستدي، تمام، ما يبقاش a good actuary. We are all smart and we all can crunch numbers، تمام، بس الكي ديفرنشيتد بتوين actuary A and actuary B and how to communicate the message and how to have the courage to communicate a difficult message to your partner or to your management. Okay. Talk about the rate changes. Well, in fact, we have to capture it on a regular basis, and the feedback loop between the pricing and management will actuality. Any question on the pricing? Okay. Moving on to the last section. Lower solvency two and capital or ERM risk and capital, whatever you want to call it. يعني هو too many names for the same thing really.
انا هبدا بالسولفنسي 2، لان السولفنسي 2 دي يعني will give me a good introduction للكابيتال. يعني السولفنسي 2 it's a new regime that kick in تقريبا بدانا الكلام فيه في حدود 2005 تقريبا 2004. والمين ايديا منه ان هو to move on from lower MPR lower minimum capital requirements لحاجه more sophisticated give more protection للبوليسي هولدر بتوع شركه تانيه. فبنبدا الغرض الاساسي منها ان انت بتشينج الريبورتنج بتاعك تمام من on a going concern basis ل armed length basis، اللي هو بيبقى انت بتبص على ال going concern، انت بتبص ان في uncertainty و you don't really recognize ال future commitment بتاعك. ال armed length ان انت you look at what is my current commitment as we speak now. تمام، انا مش ببص على سنتين او ثلاث سنين down the line، انا ببص على دلوقتي. عشان كده هي based on a cash flow basis وbased على بيبقى فيها element of discounting based على ال investment rate او اللي هو central bank rate. بدأنا بثلاث حاجات، هي three pillars. واحد اللي هو ال qualitative، الكواليتيف ده اللي هو بنبدا احنا الرول بتاعنا فيه اللي هم الاكتواريين، بنبدا نحسب التكنيكال بروفيشن، بنبدا نحسب الايكونوميك بالانس شيت، وبنبدا نحسب اللي هو 1 in 200 year بالظبط، ال 1 in 200 اللي هو او البروبابيلتي اوف ذا كمباني جو باست ان 1 in 200. بعدين بنخش على البيلر 2 اللي هو بنشوف الكنترولز اللي موجوده على لكل فانكشن موجوده جوه الشركه، وبنبدا نعد additional allow for operational risk، وبنبدا نallow for other I'll say qualitative element of it of the operation اللي هي حاجات you never considered in the past. وبعد كده disclosure. تمام، انا حابب اقول ان pillar 3 ده تمام، يعني احنا الاكتواريين والفاينانس they got ready for pillar 1 وpillar 2 يعني تقريبا في حدود 6 سنين او 7 سنين. اوكي، بيلر 3 ده اللي هو الديسكلوجر ده يعني توك ذا انشورنس اندستري من 2004 لغايه 2016 ان هم تو ميت تو جيت تو ذا ريكويرمنت اوف ذا ريجوليتور. تمام، طبعا هي when you write a regulation you have to be vague. يعني they never give a right or wrong direction or a right or wrong answer. It was open for interpretation by everyone. We can see I'll say too many people I'll say يعني انت دي في a Europe wide regulation فكان فيها lots of politics. ان المانيا الماركت بتاعها مختلف عن الماركت بتاع فرنسا، والماركت بتاعهم الاثنين مختلف عن الماركت بتاع انجلترا، فكل واحد interpreted differently. وانا in my personal opinion in the worst part of it it was written by life actually to get implemented on a non-life company or a non-life business. It got implemented on all life and non-life and pension everyone. تمام، بس ال life requirement is a lot more على compared to the non-life. تمام، وطبعا different business different I'll say tail و different length و كامل كله. فده يعني open lots of uncertainty and يعني every article of this regulation يعني took forever to interpret and to get to a common understanding across the whole market. وبعض الأحيان من local regulators نفسهم بيبقوا مش عارفين يتصرفوا ازاي، كانوا بيسمعوا لينا سواء consulting ولا كشركات على ال interpretation بتاعنا لل regulation و how we met the regulation. ده انا قلت ان هو introduced to the capital. يعني انت شايف احنا هنا في solvency 2 دلوقتي. تمام، ده اللي بيحصل هنا بيتطبق فين. البداية بتاعتها بدأت من تقريبا من اوائل التسعينات. في شركات فلست بسبب ان هي ما فيش adequate cash موجود في البنك ان هو يدفع الايه التعويضات. فبدأت الريجيليتور بدل ان هم يحطوا certain rules
لشركات التأمين إن هو يعطي هذا المينيمم، يعطي هذا المينيمم كابيتال ريكوايرمنت أو اللي إحنا بنسميها الـ MCR. وهي كان كلها very simple very very simple like you know say أنت عندك قصاد 40 مليون لازم تحسب 5% من هنا، عندك احتياطيات 80 تاخد 10% من هنا، عندك استثمارات كذا لو في equity كذا تاخد percentage و ايه very very simple and all factor based يعني. تمام. وبعد كده دي بدأت في لما بدأ الاتحاد الأوروبي تقريبا في بداية يعني نص الثمانينات أوائل الثمانينات يعني. إنجلترا الإنجليز دايما عندهم مبدأ يقولك إحنا different من أوروبا وdifferent من أي حد، إحنا لدينا الرولز بتاعتنا يعني. وهو دي حقيقة إن سوق التأمين الإنجليزي يعني a lot more advanced compared to European and even the American insurance market يعني. قال لك لا أنا خلاص أنا going to set separate regulations ما أنا بسميها الـ enhanced capital requirements. Again, it's still factor-based, but it's still pretty much, I'll say, but a little bit more sophisticated, yeah, and we're allowing for further more details than high-level layer that the solution or MCR. Moving on, we have now, يعني, computer power improved, where there are lots of tools and software coming out and actually get more interested into programming. فاحنا we developed حاجة اسمها اللي هي الـ internal model. Internal model ده انت بتبدأ تشوف بتقلها for the stochastic calculations وبتبدأ تعمل simulation وتشوف الـ impact بتاعك هيبقى عامل، تشوف الـ random include الـ random events والـ random errors فيها عشان تشوف الـ ايه الـ capital requirements بتاعك. دي بدأ دي اسمها الـ individual capital assessment او اللي هي الـ IPA. و بعد كده لما Solvency 2 جت، Solvency 2 is really based on the IPA. تمام. ال PRA هنا او الريجيليتور هنا في انجلترا قال لك لا انا هعمل حاجه اسمها IPA plus وهي pretty much allowing for everything in like in the whole capital model under Solvency 2. تمام. في اول السيشن كانت عاليه، كانت حطت ان في introduction to Solvency 2 session that's going to be really interesting. I'm sure ان ال presenter هي give a lot more details then. Solvency 2 يعني it was a painful exercise for the actuaries in the London market and for the management. And يعني شركات التأمين صرفت فلوس كتير قوي to get ready for the Solvency 2. وأصبح دلوقتي ان different markets بدأوا يأدابت Solvency 2 يعني سويسرا بقى الاتحاد الأوروبي بس لما they have they developed the regime to be compliant with Solvency 2. برميودا، سنغافورة، هونغ كونغ، كل دول they are developing their يعني developed their rules need to be compliant with Solvency 2 عشان to allow. خلي بالك أنا بتكلم الثلاث بلاد دول هونغ كونغ برميودا وسنغافورة دول انشورنس هاب. ده بمعنى ايه؟ ان شركات بتيجي للريجستر اوف شور ده لو تاكس انفايرمنت بيبداوا ان هم يوبريت فين في يوروب ريجن اللي هو وير ذا هاي تاكس بس بيبداوا لما بيعملوا ترانسفير للبيجمنت من ريجن من اوروبا وامريكا لللو تاكس انفايرمنت they make a benefit at least 20 or 30% more profit because of that. فالريجيليتر قال لك خلاص انا I'm going to be Solvency 2 compliant too عشان ما يجيش الريجيليتر بتاع اوروبا ان هو يقول لك ايه you have to be compliant عشان to ease ان هم ايه you attract more investors to come in and set up in their ease in their country. نيجي ايه هو الكابيتال really what is the required capital يعني. انا زي ما قلت الاحتياطيات هي ال biggest liability على البالانس شيت وهي دي الاحتياطيات بتاعتي دي الليابيليتي. تمام. في نفس الوقت انا عندي الاسيتس. تمام. كان ان الجاب تيرم. تمام. ده اللي هو الايه اللي بنسميها الشير هولدر ايكويتي. تمام. اون توب اوف ذات احنا بنسميها السيركلس كابيتال. تمام. فالشير هولدر ايكويتي والسيركلس كابيتال دول بيتحسبوا عن طريق الانترنال موديل.
عندنا موديل ده in simple word, it's a cash flow model with a simulation based, and we calculate, you know, look at the intercorrelation and the correlation between the various operation of the company and the various risks that the company has. لو انا بصيت للسلايد دي تمام هنا ده is a very simple structure للكابيتال موديل. انت عندك هنا بتبدا بالانشورنس ريسك الاول تمام. الانشورنس ريسك ده اللي هو بيبقى فيه البريميوم ريسك اللي هو ده الفيوتشر اللي هو الاندر رايتنج تمام اللي هي من اذر وورد الجماعه بتوع الاندرايتنج بيبقوا فوكس عليه. في الريزيرفنج ريسك, الريزيرفنج ريسك ده اللي هو الاحتياطيات وان انا ببدا اشوف الريسك الفيوتشر ديتيريوريشن من الاحتياطيات بتاعتي تبقى عامله ازاي. بنبدا نعمل لها سيميليشن. الريزيرفنج اكشن بيحط البارامترز وبيحط الكوفيشنت فاريشن ليها وبيبدا يشوف في الاخر ايه الفاريشن ممكن تحصل في الاحتياطيات. الناتشرال كات, ناتشرال كات اللي هو لو انا عندي اكسبوجر زي فلودنج ولا عندي في ايرث كويك ولا في كده. في شركات كتير موجوده زي ار ام اس و اي اي ار وشركات زي كده دول بيعملوا جيولوجيكال ستدي وبيبداوا يشوفوا الارياز وبيبداوا يقول لك ايه انت بيدي لك الموديل وانت بتحط الاكسبوجر بتاعك ويبدا يقول لك انت الكات اكسبوجر بتاعك في المنطقه دي قد ايه. في المان ميد كاتاستروفي يعني الموست ريسنت ثينج ان هي ال سبتمبر 11 اتاك او سبتمبر ميد كان. واتوقع يعني لو حصل ان هو جاب بروفن ان كوفيد كان لاب ليك فيروس لاب ليك يبقى ده هيبقى نظر ايه ميجر مان مات كات يعني. فده الانشورنس سايد اوف ذا كابيتال موديل. بعد كده بتخش على الماركت ريسك. الماركت ريسك انت بتخش على تشوف الانترست ريت الفاريابيليتي بتاعتك بتاعت البيز ريت بتتغير كل قد ايه. وبنشوف اللي هو الايكويتي ريسك اللي هو الستوك ماركت الفاريابيليتي بتاعت الستوك ماركت والكرنسي ريسك تمام. الكرنسي ميكس بتاعك هل انت لو انت في الانفستمنت بتاعتك اليو اس دي بس الليابيليتي بتاعتك ان ستيرلينج او اليورو تمام. هل انت ايه هي البروتكشن بتاعتك اجينست الموجود عندك والفاريابيليتي في الفيوتشر ديتيري او في fluctuation in the exchange rate. وبعدين investment credit. الحاجات دي كلها بيبقى فيه حاجة اسمها ESG تمام. ESG ده اللي هو بيبقى economic scenario generator بيبدأ يعمل ايه simulation loss simulation وبيدي لك ايه كذا سيناريو وانت كcapital model بتختار اللي هو revenue assessment بتختار الانسب سيناريو ليك وبرضه بتعمل ايه various runs على various scenarios ونشوف الامباكت بتاع الماركت ريسك بتاعك. الكريدت ريسك احنا هنا بنبص على انا عندي طبعا الريانشورنس, انا عندي ريانشورنس فانا الكريدت ريتنج بتاع الريانشورنس بتاعي ده تمام. هل هو بي بلس, هل هو اي ماينس, هل هو تريبل اي, هل هو دبل اي, وات ايفر. وببدا بقى لو في الديفولت ريت بتاعي في الريانشورنس وبرضه في نفس الوقت بوصل للبروكر بتاعي لو انا عندي رايت سي 60% اوف ماي بزنس في البروكر. البروكر ده طلع نصاب خد فلوس وجري يبقى انا كده مش هعرف ادفع التعويضات بتاعتي. انا عندي ديفولت بشوف ابدا اشوف الايه الكريديبيليتي اسيسمنت بتاعي. بنشر ريسك ده مينلي عشان اللايف بزنس لو في اليمنت اوف اللايف بورتفوليو من لو في element من الريزيرف بتاعت related to pension. يعني مثلا احنا لنا في اليو كي في حاجة اسمها عندنا PPI اللي هي دي periodic payment دي اللي هي حد عمل حادثة بالعربية وحصل له disability فالمحكمة حكمت ان شركة التأمين تدفع للمصاب تدفع له مثلا 100,000 جنيه في السنة لغاية الايه الوفاة. فبنبدا نبص للريسك بتاع لو في اي كليم بالمنظر ده عندك بيبدا يبص عليه والامباكت بتاعه على الكابيتال بتاعك دي. وفي الاخر الاوبريشنال ريسك ان هو ازاي الاوبريشن بتاعت الشركه اول جيتنج توجذر يعني هل انا عندي اي تي بروبلم, هل انا عندي اتش ار فانكشن بروبلم, هل انا عندي يعني مفيش
كنترول كفايه على كل الكلام ده كله وابدا اشوف الامباكت بتاعها على الايه الكابيتال بتاعها. تمام. لو انت بصيت هنا على اللي فوق هنا ده الجزء ده تمام كله هي انتر سيركلر، يعني ده نرجع تاني للايه يعني للاكتوارال كنترول سايكل. يعني حتى وزن ده كابيتال انت يو هاف تو ران الموديل تو تيست البيلد وتشوف في بروبلم ولا لا وتشيك الانفستيجيشن اند سو اون. تمام. انت ان البرايسنج بيفيد انتو الريزيرفنج والريزيرفنج بيفيد انتو ذا برايسنج وبعد كده البرايسنج بيفيد انتو ذا كابيتال والريزيرفنج بيفيد انتو ذا كابيتال. تمام. وبعد كده الكابيتال بيفيد للبرايسنج والبرايسنج بيفيد للكابيتال، فهي اتس اول انتر سيركلر، وده في الاخر اللي هي الاكتوريال كنترول سايكل. وده ان سمري الرول اوف ان اكتوري ان جنرال انشورنس كمباني.